السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى، اشهد والله اني احبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله افتقدناك قوي يا شيخ، الحمد لله على سلامتك، نورت مصر. الله يسلمك ويبارك فيكم، الله بالله عليك يحفظكم. يا سيدي، اسالك وانت عليه يا شيخ بالتوفيق والزوجه الصالحه يا شيخ، بالله الله عليك. الله يوفقنا وياك ويرزقنا وياك زوجة صالحة. اقول لحضرتك يا شيخ سؤالي، بعد اذن حضرتك. اتفضل. كنت سمعت حضرتك في فتوى كده على قناه صفا، ان كان في اخ بيسالك ان وراه شيخ بيفرض كل يوم، ايوه فحضرتك اجازت ان هو يقنط. طب انا نفس الموضوع ده عندي في المدينه، فبرضه الراجل ده بيقنط كل يوم، فده عادي يعني، صلي. ولا ادور على مسجد تاني؟ لا، هذه إحدى الآراء الفقهية، تمام. إحدى الآراء الفقهية التي تجوز القنوت بل تستحبه، رأي الشافعية. والأفضل أن يقنط أحيانا ويترك أحيانا، يقنط في النوازل على وجه الخصوص. أما إذا قنت الإمام فلا تفارقه من أجل قنوته. فهذا يجوز صل الحمد لله يا شيخ. وراءه، لا تترك الصلاة خلفه. السلام عليكم.